واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. السلام عليكم، أتمنى الجميع بخير. صحب طوركم متابعينا الكرام. شهر رمضان هذا كان رائع برعاية أفضل أئمة العالم والجزائر، بعد ما شفنا الإمام مهساس يتصدر الترند العالمي في حادثة القطة والإعجاب الكبير بصوت المقرئ الجزائري عبد العزيز سحيم اللي سحر العالم بصوته الملائكي. اليوم في آخر التطورات سارعت دولة الإمارات إلى استدعاء المقرئ عبد العزيز سحيم وطلب حضوره إلى الإمارات، وذلك من أجل إمامة الناس مع نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بعد طلب خاص من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات. صراحة أنا كي نشوف ولاد بلادي يشرفوا في بلادهم كيما هكا أنا نفرح، فما بالكم كي يكونوا أئمة ومقرئين، شيء يدعو إلى الافتخار أكثر. نشوفوا الدول تطلب حضورهم لإمامة الناس، هذا شيء يبين بأن الجزائر ولدت الرجال اللي خلوك تفتخر ببلادك. عبد العزيز سحيم اليوم غادر الجزائر، أتمنى أنه يوصل بالسلامة، وألف تحية ليه وكذلك للإمام مهساس.